سيد ابو صابون فاعل جمعوي ورئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن. احنا دائما في اطار قافله الصحراء المغربيه الدوره الثالثه، احنا في اخر محطه وهي مدينه مره يعني عدنا من المناطق الصحراويه، واليوم بمدينه تيزنيت، وذلك للانصات للخطاب الملكي السامي، وخاصه هذا احنا تواجدنا بمقر عماله تيزنيت اقليم تيزنيت، وجميع المشاركين في هذه القافله كيتواجدوا في هذا المقر. وكنشكروا دائما كنشكروا عامي صاحب الجلاله على عماله اقليم تيزنيت اللي يعني قام بواحد واحد الدعوه باش نحضروا، ويعني وكنشكروه جزيل الشكر لان استضاف يعني فعاليه المجتمع باقليم المحمديه. احنا في هذا الخطاب اولا جينا باش قمنا بالانصات للخطاب الملكي السامي، وهذا الخطاب اللي بهذه المناسبه بمناسبه الذكرى 41 لذكرى انطلاق المسيره الخضراء. هذا الخطاب له هو خطاب مميز لانه لاول مره في تاريخ المغرب يلقى الخطاب السامي الملكي من خارج المغرب، وخاصه من الديار الافريقيه، خاصه بالعاصمه دكار مباشره، وهي عاصمه دوله السنغال. وفي هذا الخطاب ان صاحب الجلاله محمد السادس نبارك له بمناسبه الذكرى الغاليه، وكذلك للشعب المغربي قاطبه. وهذا الخطاب وهو خلاصه اولا يعني صاحب الجلاله يجسد فيه دور الدول الافريقيه بعلاقتها بالمملكه المغربيه، كما ان دوله السنغال التي شاركت في انطلاق المسيره الخضراء سنه 1975 وكان لها دور فعال في الدفاع عن مغربيه الصحراء. كذلك اشاد محمد السادس نصره الله بالزياره الملكيه التي حضيت بالترحاب والقت يعني واحد دعم كبير على المستوى العالمي، خاصه الزياره لدوله تنزانيا ورواندا. كما اشاد وكما ان الزياره الملكيه كما ان هذا الخطاب يدل على شيء، وانه يدل على ان المغرب هو جزء من القاره الافريقيه، وبحكم العلاقات الدول الافريقيه مع المغرب، وان المغرب عاد للاتحاد الافريقي عاد بقوه، ولان المغرب يعتبر من الدول الكبرى والقويه على المستوى الاقتصادي بحكم التنميه الاقتصاديه والتنميه البشريه. كما اشاد صاحب الجلاله بعلاقه المغرب بجميع الدول، وكذلك بانسجام المهاجرين المغاربه، وكما حتى صاحب الجلاله على ان الحكومه الجديده ان تقوم بدورها الفعال، خاصه سواء الحكومه او المعارضه، لان في اطار يعني تفعيل الاقتصاد الوطني ودعم ويعني والدفاع عن مشاكل الشباب ومشاكل يعني الشعب المغربي والتطلعات الى الأفق. كما أن الملك صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشاد بدور التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الأقاليم الصحراوية، ويعني نعتبر هذا الخطاب الملكي هو خطاب مميز، ويعني أولا خارج المملكة المغربية، ونعتبر أن دولة السنغال هي دولة المغرب. وبهذه المناسبة نبارك لصاحب الجلالة مرة أخرى وللشعب المغربي، ونتمنى أن 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 المغرب إن شاء الله سيقول كلمته إن شاء الله على المستوى العالمي، وخاصة في قضية الصحراء التي ستكون صحراء مغربية إن شاء الله.